والآن مع الدكتور حسام الصماد، تاني رئيس مجلس رئيس مجموعة عمل الصحة بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن مشاريع ميكنة قطاع الصحة بين النجاح والفشل. السلام عليكم. تاني ما انا عارف، انا بص معالي الوزير يعني احنا نعرفه من زمان وانا عارف ان هو يعني دمه خفيف، فانا قلت تاني لاني متوقع هو يقول كده. احنا انا طبعا بشكر الدكتور احمد قابودان. الدكتور احمد قابودان اساسا طبيب، وهو استاذ نظم معلومات في نفس الوقت، درس نظم معلومات، فهو واخد المنطقتين. والحقيقه هو دايما احنا يعني احنا علاقتنا بقالها يعني اكتر من يمكن داخلين على 15 سنه بنتكلم في الموضوع ده، بقالنا سنين طويله في التوحيد المقاييس والحاجات دي. النهارده الحقيقه انا هتكلم في موضوع ليه شجون، اللي هو ايه اسباب فشل المشاريع او نجاح المشاريع في قطاع الصحه. والكلام ده مش على مستوى مصر، انا بتكلم الحقيقه على مستوى العالم. قطاع الصحه ليه شجون في الحته دي. انا هحاول بسرعه القي النظر ان ليه مشاريع الصحه معقده شويه، لان فيها a lot of integration بين سوفت وير وسوفت وير. في على فكره دلوقتي الناس ممكن تقول لي ايه الانتجريشن بين سوفت وير. دلوقتي بقى في سي اي اس مثلا، برامج كلينيكال في حاجات معينه متخصصه، برامج للعنايه المركزه، يعني سوليوشن للعنايه المركزه، سوليوشن للعمليات، سوليوشن. والحقيقه ما هوش صح ان الناس اللي عندها الاتش اي اس يبقى عندها كل السوليوشن دي، لا، بتجيبها سوليوشن للاشعه والباك سيستم والمعامل. فالحقيقه كل واحده من دول موضوع كبير. الاتش اي اس بيجمع كل الكلام ده، الكور بيجمع كل الكلام ده، بلس ان انا بانتجريت مع اجهزه طبيه وبانتجريت مع تحاليل، اجهزه تحاليل واجهزه اشعه. دلوقتي احنا وصلنا ان احنا بانتجريت مع اجهزه الاي سي جي اللي بتقيس رسم القلب واجهزه الانسون، فاصبح الانتجريشن حاجه كبيره قوي. فاتس ا هيوج بروجكت، لازم يبقى مش مشكله الصعوبه فيه، لكن مشكله غالبا ان احنا واحنا بندخل على المشاريع دهيت الناس ما بتبقاش جاهزه ليها بالشكل ده، مش متصوراها بالحجم ده، وهي دي احد اكبر المشاكل اللي بنواجهها، السكوب بتاع المشروع. طبعا الستاك هولدرز في المشروع كتير جدا، تتكلم مع دكاتره ومع صيادله ومع تكنيشنز ومع حسابات ومع ناس بتوع مخازن ومع ناس، يعني العدد واسع جدا جدا. والمشكله الكبيره ان كل واحد ليه اهتماماته، الناس ما اهتماماتها مش واحده. احنا النهارده لما بنروح نركب اي ار بي سوليوشن او اي شركه بتشتغل في الاي ار بي بتركبه في مكان، بتتكلم مع المحاسبين والمخازن، فكلها عمليه واحده محاسبيه، في الاخر عايز يطلع ميزانيه انسون. الحقيقه لا، في قطاع الصحه مختلفه وكل واحد ليه اهتماماته. احنا لو فرضنا مثلا كمثال بسيط ان الراجل بتاع الاشعه والراجل بتاع الدكتور الاشعه والدكتور العادي اللي في عيادته، الحقيقه ده دكتور اشعه ما يهموش غير ان هو يشخص الاشعه ويكتب التقرير، ولازم يبقى عنده الباكس بيعرض له الاشعه بشكل واضح وبيعرض له انسون. الدكتور اللي في العياده الحقيقه ليه اهتمامات تانية خالص، انه كل عايزه انه يبص على التقرير بتاع المريض ويوصل له في عيادته على البوينت اوف كير بتاعته. تمام. انا هعرض دراسه الحقيقه عملها، والراجل ده انا ما اعرفوش الحقيقه، بس انا قريت دراسه الماجستير بتاعته كامله. عمل رساله ماجستير على 52 مستشفى في السعوديه، اتعملوا ما بين 2007 ل 2011. كان متوسط البادجت اللي محطوط للحاجات دي ما بين 500,000 و 10 مليون للمشروع الواحد. تمام. الحقيقه مش هاخد في الرساله طويله، انا قريتها كلها، بس ده كونكلوجن بتاعها. الاربع حاجات اللي كانوا فشل سبب المشاريع، وده اللي احنا كناس بنشتغل في قطاع الاي تي لازم نبقى اوير بيهم جدا جدا جدا. رقم واحد الانكلير سكوب. على فكره انكلير سكوب ممكن نقابلها في كل المشاريع، بس في الصحه بنقابلها 10 اضعاف. دايما بتخش المشروع والدنيا مش واضح ايه اللي انت عايزه في الاي تي. انا بتكلمش انا برضه بتكلم من وجهه نظر الاي تي. انكلير سكوب مشكله كبيره، ان انت ما بتشاركش الناس اللي بتشتغل. الدكتور انت عايز ايه؟ بتاع الاشعه انت دكتور اشعه، كل واحد لازم يبقى عارف ومشارك من الاول، والاحتياجات اللي احنا بنقولها منهم مش احنا اللي حاطينها او اداره المستشفى اللي حطها. ثالث حاجه الكوميونيكيشن بين الناس صعب اثناء تنفيذ المشروع، دايما مشكله كبيره بتحصل. ورابع حاجه ان الريسك مانجمنت، مفيش ريسك مانجمنت، هو داخل المشروع متوقع الدنيا ماشيه زي الفل. طبعا ده هيؤدي في النهايه، وده اللي بيحصل في كل المشاريع، ويمكن معالي الوزير عارف الـ 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 القصه دي، ان دايما والادارات اللي بتشتغل في مع حضرتك عارفه الموضوع، دايما بنخش في المشروع يخلص في 4 شهور ياخد له سنتين.
احنا عايلين 4 شهور ياخد سنتين. دايما التشينج ريكويست وتعديلات بشكل رهيب جدا، الناس دايما مش مبسوطه وملهاش ولاء للسيستم، واصبحت بتشكك في السيستم لان هي مش ناخده منه نتيجه. المشروع بيكبر والميزانيه بتكبر وما بيطلعش بنتيجه. مش عايز اخش في تفاصيل كل حاجه منهم عشان الوقت، ولكن الحقيقه الدراسه طلعت ان 41 مشروع من ال 52 فشلوا ولم يتم تشغيلهم، 11 مشروع فقط اللي اشتغلوا. طب ليه؟ الحقيقه دي الاسباب الاساسيه لفشل المشاريع. اهم حاجه الانكلير سكوب، انا مش واضح من الاول اليوزر عايز ايه مني. دي اكبر مشكله بنواجهها في قطاع الصح على فكره. احنا بنقوله ده، لو حضرتك سالتني انا كقطاع خاص كشركه، لو سالت مجدي بيه نفس الكلام، كلنا بنواجه نفس المشكله. بتخش على المشروع الناس مش عارفه هي عايزه ايه، مش واضح، وللاسف الشديد بنستمر ونشتغل. لازم النهارده نقف كلنا واقفه في الاي تي وبالذات وزاره الاتصالات، ان هي اي مشروع هنخشه لازم السكوب بتاعته تبقى فروم اي تو زي. للاسف ده بياخد وقت، فاحنا محتاجين نشوف ازاي نعمله. الحاجه الثانيه الان مانجد ريسك. انا ما عنديش التوتال كوست اوف اونر شيب الحقيقه لمشاريع الاي تي متعدده. الناس دايما بتيجي لما نيجي نتكلم على مشاريع اي تي يقول لك سوفت وير وهارد وير. الحقيقه مش ده المشروع. احنا عندنا تريننج وعندنا ناس بتشتغل وممكن اهاير ناس عشان تكمل معايا، وعندنا بادجت للتشينج ريكويست، وعندنا بادجت للاس ال ايز بعد كده صيانه. الموضوع كبير قوي، فيه اكتر من 10 فاكتورز عشان اوصل لتوتال كوست اوف اونرشيب فعلي للمشاريع دهيت. وبالذات في قطاع الصحه الدنيا متعدده لان الستيك هولدرز كتير.